الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإن شاء الله أن نعود إلى درسنا في حل المتشابهات لنستفيد معا إن شاء الله مع الإخوة الذين يعانون من بعض المتشابهات في القرآن الكريم. واليوم سنتناول جزءا من هذه المتشابهات وكيف نتخلص منها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق في درسنا. أول شيء، يعني يشكل على بعض الإخوة بعض الأماكن، ومنها والله بكل شيء عليم. كيف يميزه بإن الله بكل شيء عليم؟ فنقول والله بكل شيء عليم ورد في القرآن الكريم 6 مرات. والله بكل شيء عليم ورد في القرآن الكريم في 6 مرات، وقد جمع في قولهم وفيت، جمعوها في كلمة وفيت. وفيت يعني والله بكل شيء عليم. الواو وإن كنتم على سفر، هذا الواو وإن وفيت. ثم فيه واو آخر، والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول في التغابن. والله بكل شيء عليم الفاء في بيوت أذن الله. والله بكل شيء عليم يا هذا يا من يا وفيت يا يمنون عليك يا يمنون. والله بكل شيء عليم يا أيمن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا أفضل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم كاء والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل القرآن، معنى أنهم تركوا البسملة. إذن فعندك والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر، والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في التغابن، والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله في النور، والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في بداية سورة المائدة، والله بكل شيء عليم يمنون عليك في الحجرات، والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفرقان، حيث تركوا البسملة. إذن هذه هي مواضع والله بكل شيء عليم. ثم ننتقل معكم أيها الإخوة في بعض الأماكن، إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور أيضا مر عليك في القرآن 6 مرات، وهي وقد جمعوه في كلمة وهو. وهو يعني الواو والله إنه عليم بذات الصدور، الواو إذ يريكموهم في الأنفال. ثم أيضا إنه عليم بذات الصدور، الواو أيضا وما من دابة في الأرض في بداية هود. إنه عليم بذات الصدور، نعم، في قوله تعالى هو الذي خلقكم، نعم، في فاطر. والله بكل شيء عليم وإذا مس الإنسان في الزمر. عفوا، ليس والله بكل شيء عليم، نحن في صدد إنه عليم بذات الصدور. إذا نعيد، إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم. إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض. إنه عليم بذات الصدور، الها هذا هو الذي خلقكم، نعم، هذا قلنا في فاطر. إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان في الزمر. إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة في الشورى. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق، هذا فيه في الملك. إذن هذه مواضع إنه عليم بذات الصدور، نعم. إذن ننتقل بعد ذلك إلى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا أيضا قالوا مر في القرآن أو ورد في القرآن الكريم 6 أماكن، في 6 أماكن جمعوه في كلمة قمل، نعم. قالوا
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أربعة منها يليها قل، أربعة منها يليها قل، فنقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك، هذا في يونس، هذا قل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل أيضا جاءك في سبأ، قل لكم ميعاد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى، هذا في النمل، قل عسى أن يكون ردف لكم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم، هذا أيضا في الملك. إذن أربعة تليها قل، قل لا أملك لنفسي، قل عسى أن يكون ردف لكم، قل لكم ميعاد، قل إنما العلم عند الله، هذا كله قبله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل. إذن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون، نعم هذا تجده في سورة الأنبياء. ويقولون لا ليس الأنبياء، متى في ياسين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون، هذا في ياسين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، اللام لو يعلم الذين كفروا، هذا الذي في الأنبياء. إذن فبهذا وصلنا إلى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في ست أماكن. طبعا يشكل على بعض الإخوة أيضا مواضع من في السماوات ومن في الأرض، فهذا أحد الإخوة قال من في السماوات ومن في الأرض، إذا أردت ضبطه فقل حج يونس زمر النمل، حج يونس زمر النمل، هذا مواضع من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى أنك تجد من في السماوات ومن في الأرض في الحج كما تجده في يونس وفي الزمر وفي النمل. نعم والأماكن معروفة عندكم، من في السماوات ومن في الأرض. إذا قلنا في الحج طبعا في آية السجدة، أيوة ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا في الحج. حج يونس أيضا من في السماوات ومن في الأرض، نعم هذا أيضا في يونس، من في السماوات ومن في الأرض، نعم تجده في يونس. وفي الزمر تجده أيضا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نعم. وكذلك النمل تجده أيضا في النمل، من في السماوات ومن في الأرض. إذن هذه مواضع من في السماوات ومن في الأرض. طبعا كما أننا لسنا عربا يشكل علينا أيضا السماوات والأرض، السماوات والأرض، فبهذا حتى لا يشكل عليك هل كلمة الأرض أم الأرض أم الأرض، قالوا احفظ كلمة أخفيك، كلمة أخفيك يجمع لك حيث السماوات والأرض، السماوات والأرض، فقالوا في الألف أخفيك أن السماوات والأرض، والخاء قالوا خلق السماوات والأرض حيث ما ورد، خلق السماوات والأرض حيث ورد، خلقنا السماوات والأرض حيث ورد، خلق الله خلق السماوات والأرض حيث ورد. إذن الخاء هنا خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، خلق الله خلقنا السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، إذن أربع كلها السماوات والأرض. ثم فطر السماوات والأرض، هذا أيضا تجده في الأنعام، فطر السماوات والأرض. ثم يمسك السماوات والأرض في فاطر، كرسيه السماوات والأرض في البقرة، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن كلمة أخفيك جمع لك حيث يوجد السماوات والأرض. ثم أيضا يشكل على البعض والذين كذبوا بآياتنا، إذن عندك إن الذين كذبوا بآياتنا هذا واحد فقط، أما والذين كذبوا بآياتنا قالوا وجاء حيث يصل إلى خمس أماكن، والذين كذبوا بآياتنا، نعم جمعوه لك في كلمة سيوسى، سيوسى سيوسى، إذن كلمة سيوسى اجمع لك والذين كذبوا، والذين كذبوا بآياتنا، نعم. الصاد صم وبكم،
الياء يمسهم، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب، كله في الأنعام. والذين كذبوا بآياتنا، نعم، والذين كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، هذا في الأعراف. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، أيوة. إذن رأيت والذين كذبوا بآياتنا، هذه مواضع والذين كذبوا بآياتنا. ثم كلمة القرآن، القرآن، القرآن هكذا بالضم، القرآن، نعم. قالوا كلمات التي جمعتها، كلمة التي جمع مواضع القرآن جمعوه لك في كلمة فجعلتها، كلمة فجعلتها، حيث إذن عدوا القرآن ووجدوا في مواضعه ثمان مواضع فجمعوها في كلمة فجعلتها. القرآن طبعا بدون ترتيب، القرآن فاستمعوا، هذا الفاء، القرآن جملة، القرآن فاستمعوا في أي سورة؟ القرآن فاستمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا في أواخر سورة الأعراف. القرآن جملة، هذا أيضا تجده في الفرقان. القرآن على رجل، هذا في تجده في الزخرف. على القرآن لأنذركم في الأنعام. القرآن لام، هذا أيضا لا يسجدون، هذا أيضا تجده في أواخر الانشقاق سورة إذا السماء انشقت. القرآن تبدى لكم، أيضا تجده في نفس سورة الأنعام. القرآن هدى، نعم، هذا في البقرة في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. القرآن هدى. القرآن أن يفطر، هذا أيضا تجده في سورة يونس، وما كان هذا القرآن أن يفطر. إذن كلمة فجعلتها جمع لك مواضع القرآن، وما عداها فليس، لا يقرأ القرآن، نعم. إذن باختصار أيضا كلمة الجنة قالوا أيضا ورد في ثلاث مواضع جمعوا لك في كلمة الشيو، الشيو. إذن الشين شركاء الجنة، الياء يعبدون الجنة، طبعا شركاء الجن تجده في الأنعام، وجعلوا لله شركاء الجنة، نعم. الياء يعبدون الجنة، هذا أيضا في سبأ، نعم. بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون. الواو وما خلقت الجن في الذاريات، نعم، وما خلقت الجن. إذا شيو جمع لك كلمة الجن، نعم. طبعا الرحمن أيضا قالوا ثلاث مرات في القرآن الرحمن، أيوة. فكلمة وما جمع لك مواضع الرحمن، والواو وخشي الرحمن، هذا في ياسين. من خشي الرحمن في القاف، في قاف. أو ادعوا الرحمن في أواخر الإسراء، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، نعم. إذن هكذا هذه الأماكن هي أماكن الرحمن، نعم. وكذلك قالوا كلمة رغدا جاءك ثلاث مرات، جمع في كلمة فوي، نعم. رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا في البقرة، وكلا منها رغدا، طبعا هو قبله، وكلا منها رغدا قبل فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ثم الياء يأتيها رزقها رغدا. إذن حتى لا تظنن أن هناك رغدا في الأعراف، إذا عرفت أن فكلوا منها حيث شئتم رغدا في البقرة، وقبله وكلا منها رغدا، ثم أخيرا يأتيها رزقها رغدا في أواخر النحل، هذه مواضع رغدا أيضا. ثم ممكن نرجع إلى كلمة تتفكرون، البعض يظن أنه كثير في القرآن لكنه لم يكن كثيرا. كلمة تتفكرون، تتفكرون فقط جاءك في ثلاث مرات في القرآن. تتفكرون في الدنيا والآخرة، هذا في البقرة، نعم. تتفكرون آخر الصفة في الدنيا والآخرة، نعم، هذا في الفاء. هذا تتفكرون وأنذر به الذين، هذا في الأنعام أيضا، نعم، عند قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ويليه وأنذر. إذن هذا هو موضع الواو. تتفكرون يا أيها الذين آمنوا، هذا أيضا في البقرة، نعم. طبعا تعرف يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقبله تتفكرون، نعم.
فيه نار فاحترقت كذلك بإن الله لكم لعلكم تتفكرون ثم يليها يا أيها الذين آمنوا. إذن هذه مواضيع يا أيها الذين مواضيع تتفكرون أيضا. إذن ثم هناك إشكال يقع فيه أيضا البعض في كلمة كل. نعم، هل هو كل أم أنه كل أو كل؟ نعم، جمعوا لك كلمات التي تسبق كل فوجدوها 18 كلمة تسبق كلمة كل. أيوة، هذه الكلمات 18 إذا مرت فأعلم أن الذي يليها كل. إن كان كلمة كل هو الذي يلي لا تشك أنه كل أو كل أو كل، لا، وإنما كل. جمعوه لك في كلمة 18 كلمة كما قلنا، هي طويلة نوعا ما. قالوا أنخوو أوو مثبل مفعفوو، هذا الذي يجمع لك الكلمات التي تسبق كل. أنخوو أوو مثبل مفعفوو، ما معنى أنخوو أوو مثبل مفعفوو؟ قالوا الألف أبواب كل. احفظ معي أنخوو أوو مثبل مفعفوو، أبواب كل، نبات كل، خالق كل وهو بكل، وهو رب كل، أمر كل وفوق كل، وتفصيل كل، ملكوت كل، ثمرات كل، بكل، لكل، من كل، في كل، عند كل، على كل، فلكل، ولكل، ويل لكل. إذن هذه الكلمات التي تسبق كل. كل ما هو كل لابد أن يكون أحد هذه الكلمات سبقها، إما أبواب كل أو نبات كل أو خالق كل أو وهو بكل وهو رب كل وهو بكل وهو بكل وهو رب كل، أمر كل وفوق كل، وتفصيل كل، ملكوت كل، ثمر ملكوت كل أو ثمرات كل. نعم، بكل، لكل، من كل، في كل، عند كل، على كل، فلكل، ولكل، ويل لكل. هذه الكلمات التي تسبق كل. إذن فبناء على هذا، وقد سبق أن أعطينا أيضا فائدة في المرات الماضية في كلمات قد يشكل على بعض الحفاظ يعني ويريدون حلا منها، ومنها الشبه الموجود بين سورة المؤمنون وسورة النمل. نعم، تعرفون أن هناك فيه شبه بين سورة المؤمنون وسورة النمل. نعم، حيث يقول الله تعالى نعم، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا تجده في سورة المؤمنون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا. بينما تجد في سورة النمل، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. إذن نحن في سورة المؤمنون قبل هذا، وفي سورة النمل هذا قبل نحن. فقالوا إذا أردت التخلص منه ولكي لا يلتبس عليك أيضا فاحفظ هذه العبارة، نحن المؤمنون وهذا النمل. نحن المؤمنون وهذا النمل، بمعنى لقد وعدنا نحن، هذا تجده في المؤمنون، نحن المؤمنون وهذا النمل، لقد وعدنا هذا، هذا في النمل. إذن نحن المؤمنون وهذا النمل. نعم، إذن هذه بعض جزئيات التي أردنا أن نعرضها على الإخوة المستمعين، فنحولها إلى المحلية موري بقدر ما أمكن حتى يتم الفائدة عندهم أيضا. صلى الله عليه وسلم ñena zakaram la sahaba ci lene do wona dem ko bama ni man gare wata dina do wona wanda lo ko pore ya kalimat ni ci himbe nam sid di kalam bi ci ni ci him ya ton kalam bi sala di kamba la di yagan ci ni ci ndursu bi alquran la pam da wakat ni nga nangu ni qur'an ak wond tab ji ni ci da latu ko tip tim ina yila ci yol su ko ko ne ba ni ci pam do julus bamba ay wa pipi di yela me ki wallahu bi kulli shay'in alim أواي زيسة إنانتا زيسة يوبي القرآن فوقه أوان دا نزيسة نسي إن الله بكل شيء عليم أمباني لو الله بكل شيء عليم ونو زيسة يوبي بالي دا سامبا بانغتيا زيسة يوبي وهو أنتا باب زيبان باب بانغتا بتكوا إيا والله بكل شيء عليم بيبي
ديك النار ني كلمه وفيت ومنار ني كلمه وفيت فيندرس كلمه وفيت وفيت راتي تبوي والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول طبعا وان كنتم على سفر يميمت ببقره والله بكل شيء عليم واطيع الله بسوره التغابن بوي والله بكل شيء عليم الفاء في بيوت اذن الله ني سوره النور بوي والله بكل شيء عليم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سانسا نسان كيد ما اذا والله بكل شيء عليم يمنون ياوا يم بي سوره الحجرات بو يم ميوا والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفرقان يم يا سوره النور باسوغا بون داتيم سين سوره الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان سوره النور باسني والله بكل شيء عليم لا طبعا لبها بسملا كو بها بسملا اللي بغى والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفرقان لبي يلم يسا تي نبام فام دي زوليس ني انه عليم بذات الصدور لا ان الله عليم والله عليم بذات الصدور نعم تي انه عليم بذات الصدور يا زيس هنا يا زيس يوب بال اهم بالقران كما يزي بامبا فسام فام بان زي بامبا تي بامبا زيس يوب ايوا ان شاء الله ان كلف ميتي با انه عليم بذات الصدور يا سي لا زي بامبا لبهنتي ما ني كلمه وحوا كلمة وحوا أتجمع إنه عليم بذات الصدور سألنا نجس واوا بيبي واوا أبيلتي إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم هي سورة الأنفال بوغة إنه عليم بذات الصدور واو منهم بوغد واوا يسا واوا يسا وما من دابة في الأرض سورة هود السنرة نعم ألا إنهم يثنون في الأرض ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسر وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة إذن وما من دابة وإذ يريكموهم وإذ يريكموهم وما من دابة هذا واو بيبي واو لوتو إنه عليم بذات الصدور أيوة هوا هو الذي خلقكم نعم نيف سانك سورة بين فاطر بوغين وننتو فام نيبي نعم نيو نام كويغاهي لتي بين كوي راهي التي نعم سبحان الله ونونم كوي راهي بسوره فاطر بوين تي انه عليم بذات الصدور هو الذي خلقكم يا سانكي سوره فاطر بوين كتويم باما ني ايا راهي دي بوين والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا منها نعمل الصالح غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ما للظالمين من نصير ان الله عليم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. والله نبودا فنمك هو الذي يمتغني دونك انه عليم بذات الصدور لبن وسوره الزمر بغمه نيونام كويغان يدي انه عليم بذات الصدور وما واذا مس الانسان ضر دعا ربه انه عليم بذات الصدور لبن وسوره الشورى بوغم نيونام كويغان بودا انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده نعم انه عليم بذات الصدور باسغ متى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بسورة الملك بوغان دونك زي بامبا يورا انه عليم بذات الصدور بان يوا فاقل يا انه عليم بذات الصدور يا سي نعم نبي يا وتو يا سا دي راكو فينو مي تي نبا ساندان تال زوليسي من في السماوات ومن في الارض من في السماوات ومن في الارض ميمتي بزيسم بيبي من في السماوات والارض زيسم بيبي من في السماوات ومن في الارض ني دما بيغا يمبري سونغاني دو كويغا تي كويغا ياتي حاجه يونس زمر النملي وزان دورس حاجه يونس زمر النملي يا بوم نانتي مفو من في السماوات ومن في الارض نعم حجوا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض ني لا حجوا يونس انه من في السماوات ومن في الارض ان يتبع نعم ني كو ونام كو راهي تي باي بي من في السماوات ومن في الارض
على إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ها نيوان لهم بودا على إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ها نيوان لهم بيونس. الزمرة من في السماوات ومن في الأرض. يونم كيرن يدي ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. نيوان لهم بي سورة النملة بوغا. زمر مي ترى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ها دونك يزيبمبلا من في السماوات ومن في الارض ان كلا من في السماوات كلا من في السماوات ومن في الارض يا سي دبي يا وتو ادي لمتي ما بي سندم كلمه وقت منا كلمات في القران ايه ما ده بام اشكال يا القران يتكاوى يتقران بي يتقران تي دي ما بي غين تيما غوم كانسي جي سي ني سي القران دي القران قرانا ني ني تي جي سي اني تبتيجما نكلمة فجعلتها إيه فجعلتها تيجما القرآن القرآن فوين تفوا طبعا وبابا بوسي ترتيبه باكليا ترتيبه كبيني ترتيبه لا فجعلتها تيجما جلي أنيو فان جلي فج القرآن فاستمعوا دمي متيني بيه سورة الأعراف باسوا القرآن جملة متيني بيه سورة القرآن بغي القرآن على رجل يمي زخرف بغلا به القرآن اللي أنزلكم به سورة الأنعام بغي القرآن لا يسجدون لا ما ييبو يمي بسورة الإنشقاق باسوا القرآن تبدأ لكم نعم هذا القرآن تبدأ لكم بمائدة بسورة المائدة بغي نعم الرأي التي الأنعام لا يتدغل يا مائدة بغلا به نعم لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنا هنا ينزل القرآن تبدأ لكم نيونم آية رسيني يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنا حين ينزل القرآن تبدأ لكم نعم إذن القرآن تبدأ لكم بسورة المائدة القرآن هدى يما يا سورة البقرة نيونم كوير هي دي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ها القرآن ألف و أن يفترى وما كان هذا القرآن أن يفترى يا سورة يونس بغن لعبه دونك جيبان ما نتيجي القرآن لبن يي لما يسا تي الجنة كلمة الجنة وتوازيسة نانتا زيسة تابو يا زيسة تابو بلا الجنة بي شركاء الجنة في المائدة في الأنعام في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن يزكنا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون هذا في سبع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا يزبما الجن إن كلا فقال يا كهم بابا زبما تابا الجن كلبي يا سي لم يوت الرحمن ما يتابو يما بتيجي مالا نكلمة وما طبعا الجن وبتيجي هنتيجي كلمة كانسي أبو يلتي شاياو شاياو شركاء الجنة يعبدون الجنة وما خلقت الجنة وصايا ولا رحمن موسى الرحمن قالوا وخشي الرحمن يا ياسين بقول لعبي فاهمين من خشي الرحمن يمي بسورة قاف بغي أويد الرحمن يمي يا إسراء باسو ودي دعو الله أويد الرحمن يبزي بملا الرحمن مي زيسة تنبلي دمي يوتو تتفكرون ما هو عزيزة تام تتفكرون في الدنيا والآخرة ينتج من يمه ويتت كلمة فوايو تتفكرون في الدنيا والآخرة تتفكرون وأنذر به الذين هذا تجده في سورة الأنعام القرآن يا أي الذين آمنوا لا يا أي الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذه بمبلا تتفكرون ولا لبين يوتو رغدا رغدا ما هو عزيزة تام رغدا ما ينتج من يمه كلمة فوايو ها فوايو مسا قالوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا يا ادميمتي يا بقره وكلا منها رغدا يمي كتي يا بقره فوق لابي ادميمتي وكلا واندينغ دي فكلوا منها حيث شئتم لا كلمه وفا ما مراعاتني ترتيبي ياتيها رزقها رغدا لا باسو يا سوره النحل باسو لابي دونك دي بامبا تابا لا رغدا هي اللي تفرتي دي رغدا بي سوره أعرف بوعي رغدا كبيبي أيوة نبي يوتو توندا غوما مي يلي تي إدنام باسا غوندا ني جيسميسي نواتي يا كولي كلمة هنواتين تي يا كولي كولي وامسا أب غوسا مين جسي يا حرف رمبي كلمات رمبي هي بيلا ني ندعو ده تي كولي وا
ان بامبا فا ايا كا با كولي لا فوغ سام بام بامبا يمبر ندين فا ان فوغ دووا راسامتي يا كولو ما كولي كول كولاي ابا كولو ابا كولا ا يا كولي يولا با هنتيغني كلمه انا خواو اوو مسبل مفعف واو انا خواو اوو مسبل مفعف واو تبيلي ابواب كل نبات كل خالق كل وهو بكل وهو رب كل امر كل وفوق كل وتفصيل كل ملكوت كل ثمرات كل بكل لكل من كل في كل عند كل فلكل ولكل عند كل وعلى كل ما تغرب عند كل على كل فلكل ولكل ويل لكل دونك يا وزيس بيلا واي باسكو اينا ما فعف وهو اينا عند كل على كل دونك على كل ezi bambala hndengde kalimat kan sindengde to kulliwa to pabamba fa en pokot wati kulliwa fa akana yi kullie na la bambala masan dingi en pokot ya kulli ya wala ya otu sami sam faham ni me to in nafa to in songa wakat ni nga nungo de mabisa e de mimiti mutashabiha ta ya wushugo la a solution o mosa ya solution ya solution songo antu yibe ya neda hanna kirie abenga yibe zigin ni mutashabihata wala pipi etape hun tar nyodo ni hafiz ko yide la problem ka be ti sam pam wal yel bamma me nan songo ni fumenga ni me problem ka be ko songo da min so to in songo am insha Allah donc woto e nankil ni yansa zikanga woto ko tunam tunna tahad wakati ngamate wala darsi ni ngand loga ton da mana erere ndon wa kotti benum ti qurra wa ya neba piga e piga wa ton soda me wata yembude ni ningi wa nyaama sidla ki kama me logo le pole mosa la mo bang ti nyaama me parce ton da yele meti boy nafi tara nafi ya qari atara kanam bi se yibu ya warsh la qadun ابن كثير ترى يا قاري انت كلام بيس يبو يا بازي ان قنبل ابو امر ترى كلام بيس يبو نيما يا قاري ترى كلام بيس يبو يا دوري ني سوسي لبي يا وتو عاصم ترى كلام بيس يبو يا شعبان حفص لبي يا وتو حمزه ترى كلام بيس يبو خلف ني خلاد اي كيسا ايما ترى كلام بيس يبو يا ابو الحارث ني دوري بامبل قران ما يوبو تابو مي امباس د بامتي لبقى بيغا bamba me ya même chose auto ne da fa kala samba fa tara kala bi sey yi ya wa abu ja'far ni me tara bo ibn wardan ibn jammas eh la yaquba zikangala to nda nyame yeti yaquba en ko kala bi sey pa kala bi sey yaquba ya rawh ni rawais ya rawh ni rawais la kala bi sa musa khalaf musa khalafu hi ya pigin so ba musa ni en tara bo ishaq al idris donc j'ai quand même et de ma vie sans dato il me inda quelle ré on pas am erreur balé balé ton me minimum et ton ça nikiti net ça gompis way la wayo fatia ya sida yeen sa wazin de betia ya jiri na loba it na loba pis way la wa fa yiti ya jiri ni ka na mo ka nga mon kabi pa fa ayalu sa da pis way la wayo fatia soma wa sodi yembule ko ba soma ni pas sida mo ta yam yiti fa ya jiri yam pané alors que ton mi meti ne da samman wana et sa to so de bum bum pam pisini weta ti boy jeyi di jiddal sam pam point ram ko ba pou am pisini weta meti très bien le ko to fo la ton ne ngema pou son sa na ngou bufa pou to et sa ngom bom ko ba ti pisi way wa fa ya sida te yen zind be m pasida ton nayil ba ngoma fa ya bizili apa ayo gom ne pat pasida way tidi yela apa yelo to ay yelo to to am yep sida way ya sida ni yep sida ye sida yem pa sida ye ta pa sida ye pa sa me ti bi venere to du def wazi ni nga fa et pa pour de jiri insha Allah ni men ni nga ngoma fa jili venere da men yel ti wil giti nga ka zem si na la insha Allah di pa lobo di ya sida wa me jiri wa yinga ko donc ko ta ya fa ni wogol gomda ti tul suma ya hanna yili ti dikir ni odam puini de kalam bisa na da كلام بتاسي إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.